السلام عليكم ورحمة الله. هز في اللون. بون، كنت تكلمت على عنده سمار اللي يتدخل في أمور لا تعنيه، هو اللي دافع على جنرال مجرم حاب ينتحر يحط روحه ميت، وعنده خيرين يحط روحه بلي راهو في لاروتريت. تكلمت عليه والناس كامل تعرف عبد السمار كان يعرف كاش السيد هذا يقلب الفيستا بين عشية وبين عشية وضحى. اليوم هذا خذ واحد ما عندش لا كونستونس، لأنه هذا إنسان هو اللي ما يعرفش الصحافة. وكون فهمت كيفاش السيد ما يعرفش الصحافة، لأنه ما خدمش في أون ريداكسيون وما عرفش شيوخة تاع الصحافة اللي يتعلم عليهم. وكنت أنا نقول لو كان عنده زوج غرامات فهمة وذكاء، راهو تاعنا اللي خدم معايا 7 شهور في ام ال تي في شاف واش الموضوعيه. لما قلت انا نخلصو وهو يجي في البلاطو يدافع عن قايد صالح في الوقت اللي الخط ديالنا حنا ضد العسكر والنظام العسكري، ولكن كنت نسمح له باش يدافع على العسكر ويعطي رايه بكل حريه. وهذا هو المبدا اللي كنت نخدم به، حرية التعبير وحرية رأي آخر. الناس كل كانوا مستغربين يقولوا كيفاش تخليه يجي يدافع على العسكر؟ إيه نعم أنا هكذا، وجبت ناس يدافعوا على بوتفليقة، جا عندي بالقاسم الملاح وشارك يدافع على النظام. إيه نعم كل واحد يدافع، واش نطلق فيه يزمك ما تجيش دي بروباغندا فقط. وعبدو سمار كان من المدافعين الأشاوس، يعني فريمون على العسكر، ومن بعد قلب عليهم ومن بعد عاود يرجع لهم. الخطرة هذه بعد ما أنا قضيت عليه، السيد راه يكتب باسم مستعار، ولكن في واحد يكتب باسم تريطون وبي عنده واحد تفرضوها عليه باش يكتب. يرد يقول هاو دي بول كدا، وهنا وي الحق يخوني يقول هذا خاين وهذا كدا. قلت له حرام انا خاين، قلت له حرام انا خاين، ولكن خيانة شكون خاين؟ شوفوا واحد اللي يمات ولادي ما تصيبش فيها الخير يخدعها، واللي يخدعها بها يخدع فيها هي في نفس الوقت. عبدو سمار مشى بون معروف باللي يمشي مع لي زون دافير يدو في لي جات بريفي ويخلصوا لي فواياج ويبكلو، وباش هذا يضرب هذا بيستعملوه. باش سمعت كامل بذنيكم لما تحكوا تقولوا اضرب فلان وضرب فلتان، ويقولوا وي درك نضربو وجيب لي بيرمي اعطي لي طوموبيل ودير لي كذا ويخدم هكذا. بالنسبه لي الصحافه هو انه يوظف القلم تاعو للآخرين، وهذا يتسمى الدعارة الصحفية، هذا العبر الصحفي، سلا بروستيتيوسيون بروفيسيونيل جورناليستيك. سي سا لا بروستيتيوسيون جورناليستيك، ها القلم تاعي خلصني ودير بيا واش بغيت. هذه ما عندها حتى علاقة بأخلاقية المهنة. غير دونك السيد هذا لا أخلاق مهنية ولا أخلاق عائلية. لما إنسان يكون زوج عنده مرأة ودراري باش تخرج مع مرأة واحدة أخرى تحتم عليك باش تعقد عليها، تمشي تعقد عليها، شوف هاوليك هنا راهو يبرز هذه وحدة مشى معها الملكان، وهذا عقد زواج داروا معها في أمريكا في منظومة تاع لا كوميونيتي المسلمة في ليزيتاسيوني. والطفلة مسكينة فرحانة عن بالها الصحراء وتزوج بها، في نفس الوقت مرتو ما على بالهاش انه هنا كان مازالو في الجزائر، كان مازال ما غادرش. وانا بعثت له على كذا قلت له وضحنا اسكو صح 2017 على حساب ما يبان في الفلاكت دو مارياج. هنا بعثت له وبداو هذه هي النيفو ديالي خير من النيفو ديالك، انا نقريك وانا
عديت معايا 7 شهور لقيت عليا جرام اجب، لقيت عليا تخشى 7 شهور مخالطني وتشوف فيها كاش نخدم وكيفاش ندير وشني علاقاتي مع الناس، لا عند صفى عليا جرام اجب. شفت كيفاش عاود تحداك لي ما تعدو لي ما راك في خندق الاعداء اجبد واش عندك. انا مش نقول لك اجبد واش عندك، دونك هذه قال تزوج بها، ولكن واحد لما يتزوج بمراه يحترمها ويحترم نفسه ما يقعدش معاه في هذه القاعده هذه. شوفوا هذيك القاعده، شفتوا هذا راجل يلعب بما بنت ناس ما نوريش تصاور اخرين احتراما للناس يتفرج فيا. هنا صوره مع وحده عاقزه والد اخرى في الطياره في هي ماهيش تاع اخر، ولكن هذا باش انا لما نقول لك انت خداع انت خائن يا سمار بالله يا الله اكبر. هشام عفوا هشام عفوا.